السلام عليكم، كيفكم شباب؟ معاكم علي برو، واليوم معاي جاد المحترف وعم بيزر البقرة. بعدها يلا نسوي هاي ونرجع لكم. اسكت وبلش جاد. جاد يلا خلينا نفرجيهم التغيرات. لا انا عم بمشي على الصابر يا جاد. انا شايفين الأهل يا شباب؟ هاي هاي هالبقرة شو جابها لبرا؟ ورع اصنع اكل. عفوا عرفت احس عم بقوا فرجين عليها. احترق صابر جبال. معيش انا معيش اسرع كعيش. طفى خلينا نشوف كم قلب صار له. معي اكل له. عنده قلبه ناف ما تقتله يعني. قلت عليه خبزتله على الاكل. حشاشين جاد فيكم اذا تعولك هداك. صبر ايه يلا احكي كان هداك الصبر المتجسس. ايه هداك اللي قتلناه طلع هداك الصبر المتجسس. يا معاي صبر الحقيقي لالي صبر الحقيقي انه مش قايل وقتها. شايفين هالقلة؟ هاي شو هالقلة بتحرق البقر قدر ونقطرهم ويطلع لنا أكل. لك وتشويهم يعني شو بدها تعمل؟ حمير ما معنا جاد. خلينا نروح نفرجيهم على الماء بتراب. شايفين هذا الماء بتراب؟ ايه جاد تحس فايدة. يلا جيب حبالك. شايفين هذا الصناديق؟ الصناديق مخلفات الوحوش. بص علي جبنا لعندك مش عارف حد. علي مش عارف حد لما بتراب يعني حد محلي. بتعرف منطقة المحلات؟ هونيك ابو صابر بعضهم. لا مش بعدهم. بتعرف محل التي ان تي؟ هيا جيت بيجي ونرجع لكم. وهي جاد رجع. رجع يا شباب. وينهم؟ اختفوا. هياهم خلينا نسميها هيدا جمل. شو رأيك؟ لا أفهم. يا أهلا جمل ما بيسحبوك. اجوا علي. هل صندوق شو بقلبه؟ آه موارد. تعرف ما هو بتراب. هيدا لا ولا لا بانجي. لا ولا بانجي. لا ولا بانجي. بلعب شوية تحفة. شباب بس شوي علقت اللعب شوي ونرجع. بلقوا الحصان. حصان صغير لو انا فلت. يعني اذا حتى لو فلت في الحق ولد كبير. غير حق امه. اه. هذه المخلفات كلها من المو بتراب. شباب اللي عم يسأل اذا محل ولا خلص، طبعا خلص بس بتمنى تشوفهم الا من برا لانه الاساس من جوا وما بدها يعني تطلعوا هلا بالفيديو لحتى تخلصوا. شكل جاد؟ اوكي يكي 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 اللي بيسألني. هاي شو هيدا؟ جلتش عندي انا. شباب هاي الحلقة رح نسميها الجلتشات. جات الغريبة بالعجيبة. جاد حبل انقطع. يلا بناخذ نحن الحبال ليش لا؟ اوكي شباب وكمان هدول اللي بيكون مثلا يسأل عنهم لكل واحد اللي بيكون مثل هونيك. البيكون الاحمر. اوكي خلينا نفرجيهم البي شو اسمه؟ مو الاشياء الجديدة بشو اسمه؟ قصر الجليد. شوي البيوت مش غيرنا فيها اشياء؟ لا ما غيرناش فيها شيء.
انتوا بتعرفوا القصر الجليد هيدا ده ولايكو اسكت يا سعد. شوفوا غيرنا فيه اللي هو الدرج درج جاد فتت انا على قصر الجليد ابو صابر بتقبل ضوي من الاساس. اوكي 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 يلا جون سيوف اجيبنا على هاي السيارات مش على السيارات رجعناهم عليهم بحلقة هلا انت جوعان نسيت هاي اللي مفرجناها مش عليها علامة اليوتيوب. طبعا اللي بيسألني نشر الاكس بي تحولك عم بيصير اكتر كل حلقة هيدا لانه شو اسمه مستعملوش بشي شي و جات شو تعمل. اوكي جات سينا فجيرة ديك مرة على سرعة الاغلام في اغلام اي لون بدكم جاش فايفة ممنوع ممنوع يفجان تفوت فهمت انت جوعان احلى حلقة بديش مش هلا وبالعمق بعدنا عم نصور انا 7 دقايق يا جاد عرفت يلا صح عملنا اعداد برا لما كده انا عندي وقت مش نزل عاب والله انت بتملكه هاي ليش فات صبري صابر حطه بحاضرة ابو صابر يا فيك ما هيدا خيون جاد شو بعد في عنا اشياء جديدة مش جاد شو في بعد اشياء جديدة عنا واو بس عالمنا كبران شو الاكس سيارتي ضوى مضوى لا جاد اسكت جاد يلا بدنا نشوف الارباح تعودات محلاتنا اي حشر يلا جاد بالهبل هاي هلا بلعبتي الاولى بلعبتي هاي بطلع لك موارد هاي 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 اوكي خلينا نشوف هون 2 3 ما في شيء نشوف هاي محل بلوكات ولا محل اشياء النادرة لا هناك لا جاد روح على لعبتك يا ده زي الدايموند وين؟ بها محل خلينا نشوف فيهير فيهير هاي ولا حدا عم يشتري تي ان تي مش ضروري عجبك احتجته انت بشي مره غريب حدا سرق لك الاموال شباب اليوم عندنا قضيه سرق اموال لبنان كرافت كان عندي وصفة حلال من طول الوقت كنتش على بعض لعبت البي في هذا حل ال هون هاي مبيعات مش مبيعات مش معبى انت اخذتهم قبل فترة نسيت لا ما اخذت شي منه انا راح على حالي ماكدونالدز جاي شو بعد في عندنا اشياء جديدة
تشتري فيها تير؟ أحبه. هيا في اللوحات. ممنوع الطير. أزيد تو ستاك. ستاك تي ان تي يعني أربعة دايموند. ولا أداح الوحدة دي بوحدنا أميرالد. معك دايموند؟ شو بعد في عنا أشياء جديدة؟ وصلت شوف اخر محل. شو هو؟ محل الدروع. ليس هاي شات الارض. عايز اكون ضايع اذا عندي بالسيارة. لا هي راح نخلص ولا حدا يشتري دروع. على روحك جان 16 دايموند عندك ولا اوكي خلينا نشوفها. اه هذا محل نسيته انا. انا محل المزروعات مو ولا شيء. لا لا تباب يلا خلينا. اوكي شباب لهون وصلنا لنهاية الفيديو. يلا ان شاء الله تشتركوا بقناتي وقناة جاب بالوصف. شوفوا بس مع السلامة. سلامة.